الحمد لله الجماعة وصلونا وكملوا وطالعين. يا الله توكلنا على الله. طبعا تأخرنا بساعتين ونص، انتظرنا الجماعة لما نكملوا التاير ماتهم وجوا. يلا كنت أخيرة بأخيرة طلعنا من المحطة مالت الرميلة وكملت الواي فاي. طبعا حسنين اللي وراي خطيه لايته ضعيف وناس اللي جوا، فما جاي اشوف، جاي اتاخر على مودي، على مودي اشوف على لايتي. لو مسوي قبل لا يطلع والله كان هواي فادي. هسه لايته نازل اللي جوا، انا ما اقول لك يعني لايته قوي بس الحمد لله زين، بس هو لايته نازل اللي جوا، فجاي امشي وياه على مود ثاني شويه والجماعه قدامنا، والحمد لله المعنويات ما شاء الله فول. لايته ناصح حسنين على الحال. عندنا واحد من اصدقائنا عنده صار خلل بالتاير الخلفي، بعدنا يعني احنا ما طالعين ما ماشيين هواي على السريع، راحوا يسووه ورجعوا وياهم دراج ثاني راح يسوون ان شاء الله اللي هو عمار والكابتن علي، رجعوا يسوون البنشر وان شاء الله يكملون. ما ادري بنشر منه طالعه بعد ما اعرف، اعتقد منه يكملون ويجون ورانا.
احنا قلنا لهم راح ننتظركم في المحطه مال الرمايدة اعتقد. انا من العلم يعني ما عندك جاي السؤال. وانا حسنين العفو كابتن علي الحسيني هو اللي ينزل. والحمد لله على كل حال يلا بعدوا هذا الطريق. وصلنا استراحة الرميلة وراح نصلي ونتعشى اذا بكت اكو مطعم في الشي هنا نصلي ونتعشى ونتانيهم. والله كريم. الحمد لله الجماعة وصلونا وكملوا وطالعين. يا الله توكلنا على الله. طبعا تأخرنا بساعتين ونص. انتظرنا الجماعة لما نكملوا التاير ماتهم واجوا. يلا كل تأخيرة بأخيرة. طلعنا من المحطة مالت الرميلة وحنكمل الرايد مالتنا. جماعة حاليا هسه هذا السيد وراي. يلا الله كريم. حلو طريق الليل حلو. بس شنو المشكلة؟ ما تعرف يعني هاي صحراء ما تعرف الحيوان يطلع لك شيء. ما شاء الله احنا شوارعنا لا بها اضاءة لا هاي. فاحنا نعتمد على اضاءة دراجاتنا. والحمد لله. زين الشباب نسوي القانون يعني ما كسرعة فوق 130. يعني سرعة الرايد كله 130. اللي يتأخر على صاحبه شوية يجتاز يتقدم السرعة ويرجع طبيعي. بس السرعة المستقرة 130 الحمد لله. والله سيد كلامك صحيح والله العظيم. الله يستر عليك الشاب. هاي النارجيله لقيتها قلقام. وين لقيتها؟ كلش اول مطار سيطر المطار هاي باعولها. انت وين لقيت هذيك الاوات؟ شويتر تحياتنا للشباب والله بنيناهم ويانا الله شاهد. الظروف شو تسوي؟ اي والله ان شاء الله ان شاء الله عجايات عجايات نسافر نسوي لنا سفره حلوه ما دام الجو تغير. اربيل اربيل سليمانيه ان شاء الله بحيل الله. الحمد لله شباب ترسوا المعدة هسه نتوكل ونطلع. يلا عيني يلا.
يا الله توكلنا على الله. روح جاهزين. يا الله توكلنا على الله. أحسها من الساعة جاي تمطر. من الساعة أحسها تمطر وما أدري أنا متوهم. والله بعد بس أعتقد مطرت. يلا الحمد لله. إن شاء الله الله يجعل علينا طريق السلامة إن شاء الله. أشوف إيش بيهم. ما تفولون بنزين ما تفولون. الحمد لله شكرا الله وصلنا البطحة بسلامة. شيء شلونه؟ والله عدنا راح نتعشى هسه ونكمل. بس لا لا قلهم مكتوب قطعة بالمطعم. هي. ما مسؤولين على الصفنة. يعني ما نعرف يمكن لك الحمير. يلا حسنين. يلا سيد. وهاي وقفتنا بالبطحة. نزلنا شوية نذب للمعدة، مو بس نذب للدراجة. بنزين 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 نذب للمعدة شوية. والله عاشة عاشة هسه راح نذب لها ما شاء الله. هذا نص عداي عداي شماك. والجماعة قاعدة هنا جماعة الكروش الكبيرة. وين الكروش؟ شلون ما عندك كرش؟ ما هذا شيش. عندي كرش. شركة الفلات للإنتاج الفلاحي تقدم. حاليا واصلين البطحة. إن شاء الله ما بقى شيء راح نوصل بغداد. حبيبي الوردي حبيبي.
عربك عيني نورين طبعا نورين كم صار وين المحطة؟ ها؟ دبة؟ ايه دبة ربك؟ ترى السيارة هاي والله وعذرني يعني المدير ما يقبلوا عليها غرامة 50 احنا لو بس الله يفكنا من سالفة المحطات اللي ينطيك دبة ويخليك تنقل هاي ثالث دبة جاي ننقلها على مود الدراجة ما يترسونها بالمحطة خاف تحترق دراجة خاف تحترق عمي السيارة هاي السايبة ماكينتها أربعة سلندر هاي ستة سلندر هاي سيارة ما تفولونها ليش هاي المحطة هاي عالدولي هذولك الود الثاني احنا جايين نفول بدباب محروسين